مرحبا بكم مجددا يا عشاق التاريخ. اليوم سنبدأ رحلة في الزمن لاستكشاف أصول وتاريخ واحدة من أكثر الأحداث الرياضية الشهيرة في اليونان القديمة، الألعاب الأولمبية. تبدأ قصتنا في المدينة المقدسة أولمبيا الموجودة في ريف اليونان الجميل. كانت هنا كل 4 سنوات يتجمع الرياضيون من جميع أنحاء العالم اليوناني للمنافسة في سلسلة من الاختبارات الرياضية. لم تكن الألعاب الأولمبية القديمة آنذاك مجرد رياضة، بل كانت جزءاً لا يتجزأ من الثقافة اليونانية، حيث تعانقت القوة البدنية مع الشرف والتفاني الديني. سافر الرياضيون من بلدان بعيدة يمثلون مدنهم المختلفة. كان هذا الحدث الكبير يعمل كقوة موحدة تساهم في إقامة هدنة مؤقتة بين المدن المتنافسة أثناء الألعاب. شمروا عن أنفسكم في الملعب الأولمبي القديم في أولمبيا محاطين بالحشود المشجعة. ستكون الأجواء مشحونة بالطاقة مع استعراض المتنافسين لقوتهم وسرعتهم ومهارتهم. تخيل نفسك في الملعب الأولمبي القديم في أولمبيا وأنت تحظى بتشجيع الجماهير. سيكون الجو مشحوناً بالإثارة والحماسة، حيث يعرض المتسابقون قوتهم وسرعتهم ومهارتهم. لكن الألعاب الأولمبية لم تكن مجرد مسابقات رياضية. الطقوس الدينية والاحتفالات لعبت دوراً كبيراً. قبل بدء الألعاب كان على الرياضي والمشاهدين أن يقدموا تحية للآلهة، خاصة زوس ملك الآلهة اليونانية. أحد التقاليد الأكثر شهرة كان إشعال شعلة الألعاب الأولمبية. سيتم إشعال الشعلة في أولمبيا ونقلها إلى المدينة المضيفة، رمزاً للصلة بين الألعاب الأولمبية القديمة والحديثة. الآن دعونا نتحدث عن متعة الانتصار. لم يمنح الفائزون ميداليات ذهبية كما هو الحال اليوم. بدلاً من ذلك كانوا يتوجون بتاج مصنوع من أوراق الزيتون، رمزاً للشرف والمجد. كان للألعاب الأولمبية تأثيراً عميقاً على المجتمع اليوناني القديم. وراء المنافسة الرياضية كانت تعزز التبادل الثقافي وتشجع على السعي نحو التميز وتعمل كمنصة للدبلوماسية. دعونا الآن ننتقل إلى العصر الحديث، حيث نرى كيف تطورت الألعاب الأولمبية في حين انتهت الألعاب الأولمبية القديمة. تم إحياء الحركة الأولمبية الحديثة في عام 1896 مع اعتناق نفس المثل الرياضي للروح الرياضية والوحدة والتآخي العالمي. وأثناء اختتام رحلتنا في الألعاب الأولمبية القديمة، دعونا نتذكر تراث هذه الأحداث الاستثنائية. إنها تذكرنا بقوة الرياضة الخالدة في إلهامنا وتوحيدنا وتجاوزها للزمن نفسه. شكراً لكم على مشاركتنا هذه المغامرة التاريخية الرائعة. لا تنسوا الإعجاب والمشاركة والاشتراك
للحصول على المزيد من القصص الشيقة من الماضي. حتى المرة القادمة استمروا في الاستكشاف.